FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في كونت خطا. كما قلنا لكم باش نحكيو على رياضة الكيك بوكسينغ. بحضنا البطل طيب رياحي المتحسن مؤخرا على الميدالية الذهبية في البطولة العربية الكيك بوكسينغ اللي صارت في الحمامات. طيب مرحبا بك ومبروك الميدالية. مرحبا بك، عايشك. مرحبا. طيب للي ما يعرفش كي دخلنا بداية وتعريف طيب الرياحي، وشكون طيب رياحي وقتاش بديت رياضة الكيك بوكسينغ؟ بون، انا طيب رياحي اصيل من مدينه مز بوزلفة. بديت الكيك بوكسينغ عام 13 ديسمبر 1999 في مز بوزلفة. بعدك تنقلت مع جمعيه الزهره مع المدرب سي فتحي الوسلاتي اللي هو بريس كرباني، معنا علمني الكيك بوكسينغ وليه وشنو، عرفني الكيك بوكسينغ وشنو. كملت معاه المسيرة متاعي كل لحد الآن، معنا مزلت معاه. والبيرود الأخرانية نقلت مع جمعية الكرامتين بالكرام في تونس، هي اللي اتاحت لي باش نشارك معنا في البطولة العربية بأمور التمويل وواحد كل شيء. يعني كانت فيها مشاكل مادية مع الزهر. كانت مشاكل مادية ومشاكل برشا حسابات، معنا ما قلش تمويل، معنا ما قلش تشجيع. معنا تطلب برشا فلوس يا الكيك بوكسينغ؟ تطلب فلوس، مش متطلبش فلوس، انت تطلب فلوس، تطلب جهد زاد من عن طريق الاتليت. معنا خاطر لازم هو يخدم القدا باش ينجم يوصل يعمل حاجه. فاش بدا غرامك بالرياضه هذيا؟ هكا جوست غرام رياضه قتاليه دفاعيه ولا شنو بالضبط؟ والله حب، هو من الاول معناها حب. انا بديت بالحب نتاعي معناها بالستار، معناها جون كلود فان دام. ديما نتفرج فيه صغير، فوالا فيلم واحد كل شيء. بعدكش معناها لقيتها معناها قاعدين يتعاطوا فيها في صاله، معناها بحذانا غاديك في الصاله، دخلت معناها لقى خاطر يدينوا ساقين ودار شنو حكيت هذيك. قداش عمرك بديت؟ بديت عمري حكيت دي محمد رسول الله 16 17. حتى لين وصلت وبديت التتويجات الحمد لله. وديجا من 2006 معناها لعبت في النوي دي شامبيون مع عزيز بن يعقوب وعماد المثلوثي في قصر هلال. كيف كيف زاد توجت بالميدالية الذهبية وطيحت الخصم تاعي معناها بالكو. و 2000 لين محمد رسول الله هزيت بطولة تونس 2013 و2014، ودخلت معنا ليكيب ناسيونال. بون، مع ليكيب ناسيونال ما شاركت حتى دور عالمي، فما زاد ظروف ومشاكل وقتها مع فيدراسيون. شنو هي المشاكل؟ والله الاكثريه وقتها حساسيات، معنا امور هذاك ولد فلان وفلان ما يتعاملش معانا، امور معناتها خير ورياضيين عليك انت خاطر ما معروفين، يعني يعرفوا شكون ولا شنو بالضبط؟ نجم تكون. انا الكار الاخرانيه اللي خلتني نخرج 2014 خلتني نخرج من الكيب ناسيونال هي ديجا معناها اكسيدون، معناها صار لي في ستاج بلوكي عملناه في قبلي، ديجا تحلت لي زركاد معناها قبل بثلاث ايام، ما نجمتش معناها نمشي نلعب. ديجا حتى كي مشيت معناها الفيدراسيون معناها باش الطبيب يشوفني، الطبيب ما جاش، نطلبوا فيه ثلاثة ايام تصور معناها نمشي من مزبو زلفة نهبط لتونس، الطبيب ما يجيش، ما نعرفش عليه. يعني انت تضرب وما تلفات لك حد، ما داويك حد في من الجامعة؟ فوالا، بون، الجامعة القديمة معناها مش كيما الجامعة الجديدة، معناها سي علي الدويري ديجا اعطيه الصحة، معناها قدم برشا حاجات، بدل برشا حاجات في الجامعة، ديجا قاعد يخدم. ديجا اكبر دليل معناها اللي كانت البطولة العربية للأندية هذه مش بتصير في تونس، ديجا هو معناها حارب عليها غاديكا وواحد كل شيء وجابنا لهنا في تونس. معناها مشكلتك كانت مع الجامعة القديمة اللي تقول انت ما وقفتش معاك في مش معايا انا بركة، راه مع برشا من الناس كيما حط برشا بوكسورات، كان عندنا برشا دي شامبيون في تونس ناقصين كان الدعم اكاو.
معناها هما حتى يعني ما كانوش لاهين بالسبورتيف هذو ما دعموهمش. احنا كنا نعملوا احنا في ليكيب ناسيونال كنا نعملوا سبيسياليتي كيك بوكسينغ. بعديك شنو نسمعوا معناها جماعه سبيسياليتي فول كونتاكت مشاو يلعبوا في شامبيون دو موند ولا حكايه. في الاخر نسمعوا بعد ما يروحوا نسمعوا بهم اللي يشتر معناها اللي مشاو اللي يلعبوا فول كونتاكت رجعوا بميداي دور وميداي برونز وارجون في الكيك بوكسينغ. اللي احنا سبيسياليتي نتاعنا هيك واحنا ما مشيناش معنا فهمت علاش ما عندنا حتى فكر امورهم هذيك الحمد لله نستوى السناب قلت ربي سيالي معنا يزيد يخدم ويزيد يعرف بالسبور هذا معنا. وباش ترجع المنتخب مازلت ما نعرفش بون بحكم عمري انا 31 صعيب شوي بون بالنسبه للمنتخب معناها نخلي الاجيال اللي بعد اما بالنسبه لي انا طموحي تويكا معناها البروفيريزم نحب الاحتراف ونحب نضرب تونس في الملتقات العالميه وهاد كل شيء. معناتها ما لقيتش حظك قولوا مع المنتخب فوالا في الفتره اللي كنت نجم تعطي حاجه لتونس فوالا باهي نحكيو على المستوى الانديه. قلت لعبت باسم الكرم في البطوله العربيه الاخيره اللي صارت في حمامات وتحصلت على الميداليه الذهبيه بالكاو. تفاصيل المباراه هذه والله ديجا تفرجت فيه معناها لعب مع ديري معناها ستان تكنيسيان ومامطون يخدم بدنه برشا معناها عنده فور برشا في معناها في طاقه كبيره معناها في الفورس نتاعو بحكم لك الخبره معناها نتاع عيانه معناها 16 سنه في السبور وواحد كل شيء. منين هو؟ من الاردن. الفينال لعبت مع الاردن تزيري البارتي الاولى ديمي فينال انا ترشحت بالقرعه معناها ديمي فينال مع واحد تزيري كيف زاد طيحت بالكو 13 سيكوند من الرونده الاولانيه. الاردني في الرونده الثانيه معناها في الروندة الثانية كي معناها توصلت معناها باش طيحت بالكو معناها ديجا طيحت قبل في الروندة الأولانية وعاود استكمل المباراة معناها. شنو هو النقاط اللي ركزت عليهم باش نجم تفوز عليه بالكو في الفينال؟ والله حسب الكومبا الأولانية معناها حسيته معناها يخدم يركز برشا على اليد اليمين معناها اليد اليمين نتاعو ويخدم معناها برشا بيديه ومام طون الحظ معناها اللي جاني اللي احنا معناها فرد طول معناها ماهوش اطول مني ولا اقصر مني ولا حاجه اون بليس خدمت له عليها معناها ديجا في الروندة الاولى معناها وصلت باش طيحته معناها في الشيره معناها نتاع يدو اليمين هذيك كي ضربته طاح وبعد ما قام حسيته كلي هز الجارد نتاعو ولا مكوفري على الشيره هذيك خدمت له على الشيره الاخرى معناها انا قعدت مركز له على هذيك كوم كوا اللي انا باش نطيحه معناها باليد نتاع اليسار في الاخر معناها ضربته باليد اليمين معناها طاح. قريته مليح يعني المنافسه هذايا دونك دخلت كان عندك الامل المقتنع اللي انت باش تفوز عليه. والله برشا حاجات حطيتهم في مخي معناها حطيت اسمي حطيت اسم الانترونير نتاعي اللي هو فتح الوسلاتي حطيت تعب سي مهدي الهمامي تعب عمرو معناها اللي قام بالاشراف معناها على تحضيرنا معناها في لمده 3 جماع معناها قاعد معناها يبطل في خدمته ويوقف على خدمته ويجينا ويحضرنا ويحضر كل شيء معناها حطيت العباد الكل معناها في مخي حطيت الوالده كيف زاد التعبه معناها في حكايتي هنا معناها معنا حطيت العباد الكل معنا حبيت نرجع اسمي بالضبط على خاطرني انا من 2014 ما انقطعت معنا على اللعب وقعدت معنا جوست راني وكاو بوغ بليزيغ معنا قعدت علاش صار الانقطاع هذاك طيب؟ الانقطاع هذا ديجا راني قلت لك معنا معاش عديت 16 سنه حكيت معنا فلوس نخدم ونصرف على الكيك بوكسينغ نوفر في شنو يتطلب معناها باش نوفروا يعني تصرف من جيب فوالا ما بجيت نشوف معناها العمر سي معناها خذاني وما عملت حتى شيء حبيت معناها نشوف روحي معناها نجمش اما الله غالب شنو اللي رجعك الغرام رجعك الغرام ما نجمش نحس هذيك البلاصه الوحيده اللي نلقى فيها راحتي
نقى فيها شخصيتي معناها، نقى فيها هذيك النجم الحاجه الوحيده اللي نجم نعملها، نجم نعمل حتى شيء اخر بخلاف الكومبيتي هكا. ونقولوا الحمد لله عاودة جات منفعة وجات ميدالية ذهبية. حتى العاودة معناها ما جاتش كيك بتعب، ما جاتش كيك بالسهل معناها، جات بتعب. وديجا نقوم من 6 متاع الصباح نعمل فوتينغ ساعة ونص، نروح نمشي نبدل حوايجي، نمشي نخدم، الوقت متاعي متاع لونترالمون في الكرم كيف كيف. نوقف الخدمة معناها حتى العرفي معناها تويكا بعد ما بعد البطولة العربية، واحد كان نعمل خاطر نخدم ديكوراسيون معناها بانتور وواحد كل شيء. حتى عارفي معناها حتى بعد ما حكيت معاه تويكا بعد البطولة العربية قال لي انت تلهي بالسبور برا، مشيت تلهي بالسبور نتاعك، انا ضيع لي خدمتي وواحد كل شيء. معناها ضحيت وخسرت برشا حاجات في المقابل باش ترجع الغرام نتاعك ورياضة الكيك بوكسينغ. فوالا هكاك معناها تنجم تقول. ديجا حتى صارت لي بكا معناها البريود الاخرانية قبل البطولة العربية، قدمت دوسي في معمل على اساس معناها يخدم بوست بركة معناها. البوست هذيك معناها تنجم توفقني ما بين سبور وخدمه. ديجا قبلوا الدوسي، مشيت نهار اللي مشيت وعديت الكونكور ونجحت واحد كل شيء. غزيتي قاعدتي في الاخر قاعدتي راهي تخدم ترو بوست وذا ما تنجمش معناها ولا توفق بين خدمتك وبين سبور. ولا ميسا ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله تنجم توفق على الاقل بين الخدمه والرياضه نتاعك. انت كي مش ملاعبك هاو قاعد تدرب زيادة تاو؟ اي قاعد نخدم في 3 صالات. ديجا حبيت مع ان شاء الله معناها نتوفق معناها باش نعمل جمعيه باسم نزب وزلفة، قاعد ديجا نخدم عليها. ساعات انا نحس روحي اللي انا قاعد نكذب على العبيد. كيفاش؟ على الزاتليت قاعد نعلم فيهم، صحيح قاعد نعلم فيهم في سبور ورياضه وواحد كل شيء، واللي هما حاطين فيها برشا طموح كيما انا كنت حاط برشا طموح في السبور نتاعنا. وقال معناها الظاهر لا فيريتي معناها في الدنيا واحد كل شيء، اللي هو ما يوصل حتى شيء معناها. يعني الواقع تشوف اليوم ما فيهوش افاق كبيره في رياضه الكيك بوكسينغ. فوالا الواقع على خاطر العباد ما حاش حابه تتحرك. كنا نجموا برشا نعملوا برشا حكايات معناها بالكيك بوكسينغ، حتى من السياحه نشجعها، الاقتصاد كيف كيف، العباد اللي تحب تخدم بالفلوس تخدم بالفلوس، كل شيء معناها يتحرك معناها بالسبور. ما فماش انسان ما يحبش السبور، ما فماش بو ما يحبش ولده يترينا يعمل سبور ويبعد على المشاكل هذيك ويبعد على برشا حكايات في الدنيا. وانا بالنسبه لي انا نشجع معناها العباد تعمل سبور معناها تعمل كيك بوكسينغ، على خاطر الكيك بوكسينغ برشا عباد خايفه منه، يقول لك ضرب وبونيا وعين زرقاء وخشم دار شنو. هو دير الكيك بوكسينغ نتاعنا ماهوش ما فيش ديما دومات معناها، كون شيف معناها في بارتيات برو وعد كل شيء. ومام طون يعلمك تخدم مخك، يعلمك تعرف تتصرف، لياقتك البدنيه ديما تبقى حاضره، يعلمك زاد كيفاش تدافع روحك على في الكياس برا في الشارع. ديجا معناها تشوف معناها الدنيا كيفاش وعد كل شيء. يعني ترى برا رياضة كيك بوكسينغ معروفة في برشا دول عندها قيمة، على عكس لهنا في تونس مازلت ما عندناش الدعم الكافي للرياضة هذه باش نطورها ونقدموا بها. صحيح البرا يعملوا لها معناها برستيج ويعملوا لها وقاعدين يخدموا، يقع عباد قاعدة تخدم بالرسمي معناها. يعملوا لي سواري، يعملوا ديمونستراسيون، يعملوا برشا حاجات معناها الكيك بوكسينغ يعرفوا به. هنا في تونس لا، ديجا احنا بون مع سي علي الدويري بيرود الاخرانيه عملوا سنه، عملوا في الصيف تروا سواري في قبلي في الجنوب، وعملوا دو سواري في بنزرت. هنا في تونس العاصمه من حتى سواري في الوطن القبلي كيف كيف، ما ثم حتى سواري. حتى معناها الجمهور معناها يعطيه الصحه كي جاي في البطوله العربيه، معناها كعباتك معناها جاوك لي اصحابنا يعرفونا في بالهم بها البطوله العربيه معناها ما ثمش العباد اللي تحيي معناها السبور هذاك. ف
فهمت العباد كل قاعده معناها شاده الصاليت فماش كل قاعد يغرم برياضه الكيك بوكسينج يجيو ناس تفرجوا يجيو يتبعوا وشوفوها شوفوا سبور هذايا اللي نجم يوصل برشا لبعيد ان شاء الله تلقاو دعم على كل في القادم الايامات ان شاء الله للسبور هذايا اللي عنده ان شاء الله يولي عنده افاق كبيره في تونس لك الصغيرات هذوما اكيد باش نرجعوا بعد شويه نكملوا معاك طيب الياحي على الكيك بوكسينج كيف كيف صعب القادر الناس بعد شوية يكون حاضر معنا رئيس جمعية الرياضات الفردية منزل بوزلفة وحكم دولي في الكاراتيه باش نحكيو على المشكلة اللي صارت مع الحكام توينسا في بطولة العالم اللي صارت أخيرا الكل معناتها سواء في منزل بوزلفة ولا في نابل معناتها يقفوا معاه على خاطر هو بطل وإن شاء الله مشروع باش يولي مخير إن شاء الله إن شاء الله بون تنقلنا مشكلة كبيرة صارت هي وطويلة صارت على مستوى بطولة العالم في النمسا بديت مع الجامعة التونسية للكاراتيه للأسف معناتها ما عادش فما مصداقية معناتها فما ناس قاعدين يتصرفوا في المنشآت الرياضية تقول دار سيد الوالد وهذه حاجة خيبة برشا وقتين نشوفوا احنا رئيس الحكومة فاش قاعد يتكلم وفاش قاعد يقول باش يحاربوا الفساد إبان الناس كليكا باش نقفوا ضد الفساد لازمنا نحاربوا الفساد لازمنا نقلعوهم الناس هذوما معناتها الفاسدين سواء في الرياضة ولا في الفلاحة ولا في الصناعة ولا باش تعاود تونس تقف من الأول على 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 ساقها فهمت بون اللي صار وانه معناتها احنا حكام دوليين عملناو تنقلنا بطولة عالم للاندونيسيا على مكاتبنا الخاصين معناتها تقريبا صرفنا كل واحد ما بين 7 و9 ملايين نجحنا 4 من الناس نجحنا الأربعة اللي نجحنا السنة ماناش موجودين في بطولة عالم في النمسا يزيد الكذبة الكبيرة اللي معناتها اللي قالوا هنا وانه الجامعة الدولية اختاروا 3 و2 معناتها 3 كوميتي وزوز كاتا 3 اختصاص كوميتي وزوز اختصاص كاتا وكهو ما عادش فما بالبيناليتي وقت اللي هو العكس اللي صار علاش كيفاش عرفت انه سافرت قبل بطولة العالم بثلاثة جماعة كنت تنقلت انا الهامبورغ مشيت لألمانيا مشيت زفرت في ألمانيا وكنت تقابلت مع السيد رئيس الحكام في العالم مسيو رولان وحكيت أنا وياه وقلت كيف تقابلت مع السكرتير جنرال متاع اللجنة العالمية للتحكيم وقال لي معناتها الكلام هذا مش موجود معناتها تشوف معناتها مسؤولين في تونس يجي يقول لك كلام وقت اللي أنا نمشي للمنبع نقى كلام غير الشيء ذاك يعني مش قانوني اللي قالوه لك عيب تيتو باللي تسامحني في الكلمة سامحوني تيتو تكذب على الرجال شو معناتها تكذب على الرجال شو معناتها ويش تمشي تيمو يجي نهار فهمت ولا لا باش تكتشف باش يكشفك الوقت باش يكشفك والتاريخ ما يرحمش راهو تقصد انت في المسؤولين اللي هي المسؤولين في تونس معناتها كل مرة نسمعوا حاجة المفيد بيه معناتها باش ما نحبش نطول عليكم تنقلنا رقم هذا كليكا جاو هما اللجنة الوطنية للتحكيم واللي هي نقطة استفهام كبيرة عندنا 3 حكام دوليين علاش ما دخلوش اللجنة الوطنية للتحكيم نقطة استفهام للسيد رئيس الجامعة هذه حاجة ثاني حاجة وقت اللي اللجنة الوطنية للتحكيم تستغل نفوذها وتولي جوجي بارتي تولي لهنا انت متهم باستغلال نفوذ انت جوجي بارتي معناتها تاخو انت البلايس وتاخو انت فلوس الدولة وتطلع وزيد ما تنجحش للعام الثاني على التوالي ما تنجحوش معناتها هنا خيبة برشا في حق تونس ويزيد وقت اللي انا وسي محسن المسكيني نجي وندخلوا فهمتوا ليه باش نعديوا امتحان نتفاجئوا 7:30 متاع العشية الناس هذوما تتصوروا انتوما يسافروا معانا لو 18 نشربوا مع بعضنا قهاوي نفطروا مع بعضنا نحوسوا مع بعضنا في النمسا في لينس يدخلوا هما يعملوا تسجيل خاطر اساميهم مسجلة يدخلوا بلاش بيناليتي بلاش عقوبة وبفلوس الدولة يدخلوا يسجلوا احنا ندخلوا 7:30 متاع العشية باش نسجلوا انا وسي محسن نتفاجئوا ويطلع لنا حكم مصري رئيس الحكام في مصر ومومبر في الكوميسيون مونديال يقول العالم الكل باش يدخل ما عدا التوانسة علاش قال لنا راهو صحابكم توا دخلوا ورقة يقولوا فيها مبعوثة من الجامعة التونسية الكاراتيه تقول ما تقبلوا كان الاشخاص هذو اذا كان انت الجامعه الدوليه ندخل انا نعمل رابور نشكي للجامعه الدوليه يعاتلي رئيس الحكام فم في بطوله العالم يقول لي ناسف انت ولدنا وانت خونا وانت كذا لكن احنا نحبوا ندخلوكم
لكن الجامعة نتاعكم عمرها ما صارت. علاش عمرها ما صارت؟ معناتها كي تصير إشكاليات للناس اللي تخرج لبرا، الجامعة تضرب عليهم باش دخلهم. احنا العكس صار. الجامعة الدولية شنو المشكلة؟ يعني هي عندها مشكلة معاكم الجامعة التونسية اللي هذه معاكم على الحكام الثاني ولا شنو بالضبط؟ فما جامعة ما تحبش يعني الحكام نتاعها يمثلوها في تظاهرة كبيرة كما بطولة العالم؟ ما يحبوش. هذه تصفية حسابات. أنا أقول لك هذه تصفية حسابات. الناس بدأت تتخطط، يعني مشكلة شخصية. ماهيش مشكلة شخصية، هذه توا استراتيجي بيان ديترميني. ناس قاعدة تحضر الألعاب الأولمبية 2020، الكاراتيه تخلي الألعاب الأولمبية، كان سمعته مؤخرا. توا قاعدين يحضروا في حبيبهم وصحابهم والناس اللي وقفت معاهم في الانتخابات، فهمت ولا لا؟ وحسب ما يقولوا فهمت ولا لا، قاعدين يحضروا في ناس أشخاص معينة المقربين ليهم فهمتوا اللي باش يمثلوا تونس في الألعاب الأولمبية 2020. مشروع يعني انت مصالح ومعارف هذه هي. شوف انا ما نحبش ندخل برشا في لي ديتاي، على خاطر لي ديتاي نخليهم للوزارة ونخليهم. وعلى فكرة نحب نشكر برشا المسؤولين في الوزارة، نحب نشكر السيدة الوزيرة. قدمت قضية أنت؟ نعم قدمنا قضية، قدمنا حطينا السي فتحي المودي هو المحامي متاعنا وقدمنا بقضية. يعني قضية ضد شكون بالضبط؟ حالينا بحث ضد الجامعة التونسية للكاراتيه. على خاطر فما حاجة كبيرة صارت. إذا كان سيد رئيس الجامعة ما يعرفش خدمته، خلي الناس تعرفوا خدمته. إذا كان السيد رئيس الجامعة التونسية للكاراتيه جاي باش يخدم مصالح اشخاص على اشخاص اخرين، نقول لك انا سامحني. اذا كان سيد رئيس الجامعه التونسيه للكاراتيه ما يعرفش يبعث مراسله للجامعه الدوليه، شكون يبعث مراسله للجامعه الدوليه؟ يبعثها يا رئيس الجامعه يا الكاتب العام للجامعه، هو بعثها رئيس لجنه الحكام واللي هو غير قانوني بتاتا. باش نلخصوا المشكله قبل الاخبار، مشكلتكم بالضبط مع الجامعه التونسيه الكاراتيه، كيفاش ما كنتوش موجودين في القائمه وممثلين من تونس كحكام توانسه في بطوله العالم الاخيره بالنمسا؟ والله وللاسف انا باش نعطيك معلومه، بون مستمعين راهو الساسا وروسهم يوجعهم ما يعرفوش بالضبط، يفهموا برشا في الفوت لكن الكاراتيه فما حاجات ما تفهمهمش. يبان في الكاراتيه اذا كان انا نمشي باش نعدي اكزامان في الكاراتيه ولا غيري وعندك الشاره الدوليه، حتى كما تعديش اكزامان باش تدخل تحكم، ولو تعدي اكزامان وما تنجحش باش تدخل تحكم خاطر عندك الشهرة الدولية. لكن للاسف ما رئيس الجامعه ولا الاشخاص، انا كي نقول رئيس الجامعه معناتها راهو معناتها هو اللي شابوتي على الجامعه. البحث باش يقول شكون المتسبب. اذا كان يحبوا يتدخلوا مرحبا بهم على نمر التليفون 31 36 37 50. درجة معك سي عبد القادر، القضيه مشيت لوزاره الشباب والرياضه وشنو صار بالضبط؟ والله قبل ما نمشي لوزاره الشباب والرياضه، الحاجه اللي فايد الكاس بصراحه معناتها وقت اللي وصلنا غاديكا معناتها يتنحاو زوج حكام حاملين الشاره الدوليه ويتحط معناتها شخص اخر اللي هو حكم معناتها الحقيقه معناتها هو زميلنا صاحبنا اخونا نستيبه كل، لكن كل حاجه بلاصتها. هو انسان يعيش في المانيا ما عندوش الاجازه الوطنيه، ماهوش حكم وطني، ما ينشطش في مع الجامعه التونسيه للكاراتيه. نتلفتوا نقوا هو معناتها هو اللي يتخلق بنا احنا، معناتها اسامينا تتنحى ويدخل هذا معناتها سي فوزي البوكيري هو يعيش في المانيا. في تسائل مع سيد رئيس الجامعة يقول الشخص هذا عامل أعمال جليلة للمنتخب، معناتها هذا أعمال جليلة ولات توا كريتير برمي لي كريتير نتاع شكون يمثل تونس في المحافل الدولية. نقطة استفهام كبيرة تو يجاوبنا عليه هذا تو إن شاء الله بقوت ربي سيد رئيس الجامعة قدام التحقيق إن شاء الله في الوزارة تو هو يجاوبني عليه السؤال هذا. تفاصيل القضية سي عبد القادر. والله بون فما حاجات ما نجمش نقول عليهم. سامحوني معناتها فما اسرار، على خاطر انا متاكد حتى هما فما حاجات ما يعرفوش شنو عندي انا. انا عندي مستندات وعندي تسجيلات وعندي برشا حاجات اللي باش معناتها باش توري الحقيقه ان شاء الله. احنا يعني التسجيلات والوثائق اللي عندك تثبت الشيء اللي تورط يعني الجامعه التونسيه تورط. فما اشخاص هما متورطين في الشيء هذا، فهمت؟ ويجي نقول لك حاجه، احنا لهنا وانت تعرف شيراز، احنا عندنا تو مده واحنا نعاونوا في الرياضه نتاعنا واحنا نحبوا نحسنوا حتى على مستوانا. بتكلمنا احنا غدوه ان شاء الله بينتو مع السبت حد عندنا فما كومبيتيسيون باش تصير على مستوى نابل،
وهذا كليك الحمد لله معناتها تضافر الجهود من معناتها من شخصي الضعيف مع المسؤولين على مستوى الولاية وعلى مستوى المندوبية متاعنا وكل هذا الكل باش نطلعوا الرياضة متاعنا. لكن وقت اللي تشوف مسؤولين يسحب روحه معناتها جاب خذا مسؤولية يسحب روحه ملكها. لا يا سيدي راهو الجامعة التونسية للكاراتيه ما هي جامعة إكس ولا إيكغريك. راك أنت باش تتعامل وتعامل الناس كليك كيف كيف. وراهو احنا في تونس يعيشكم راهو حشتنا بلي ميور يزينا متاع الاسامي وجيب لي هذا وهذا صاحبي. شنو قرارات الجامعه التونسيه كاراتيه تتخذ معناتها في قهوه؟ ما هيش تطلع في بيرو تطلع من قهوه والناس كل تعرف وتونس كامله تعرف من بنزرت البنقردان. كلام كبير هذا صعب القادر اتهامات كبيره على كل نستناه واحنا ما حاشناش بالتفاصيل والاسرار صعب القادر. لكن الوزاره شنو كان موقفها من الحكايه؟ والله الوزاره ان شاء الله بينتو عيطوا لنا معناتها اليوم الصباح احنا كنا في الوزاره والحقيقه معناتها الملف معناتها باش ياخذوه معناتها بكل جديه ان شاء الله. يعني باش يصير بفتح تحقيق في الموضوع بطبيعي. نقول لك راه فما كلام قاعد يصير. والله انا حبيت كان يدخل معنا السيد رئيس لجنه الحكام سي عمر الكعباشي. انا فما جمله نحب نفكروا بها وماذا بيا السيد كاتب الدوله يسمعني وانا نتكلم تو على خاطر السيد يهدد فينا بسيد كاتب الدوله. ما عندكم ما تعملوا لي والسيد كاتب الدوله صاحبي. هكا قال لكم حرفيا بالضبط بالضبط. وعندنا انا قلت لك احنا راهو كل حاجه نقولها راهو عندنا عليها حاجه. فهمت؟ خلينا نشوفوا مع السيد كاتب الدوله شنو باش يعمل معاه. حابين يدخل معانا على كل كما قلت قال عنده اجتماع كيف كيف رئيس الجامعه التونسيه للكاراتيه ما تحصلناش عليه. ان شاء الله يدخلوا معانا اليوم ولا في اي وقت يحبوا يوضحوا الموقف نتاعهم ويوصلوا رايهم بخصوص الموضوع هذا. نرجع معك اكيد بطل الكاراتيه طيب بطل الكيك بوكسينج طيب الرياحي شنو عندك ان شاء الله في المستقبل؟ والله تو ما عندي حتى شيء ديجا نستنى في رئيس الجمعيه نتاع سي مهدي الهمامي. ديجا كانوا هما يلعبوا في مالطا بطوله العالم. ديجا تحصلنا على 3 ميداي دور وواحده ارجون الحمد لله يا ربي. ان شاء الله هو اليوم معناها يروح في تعدى الخطر من مالطا تعدى لفرنسا. ان شاء الله ثم خير ان شاء الله ان شاء الله نستناو في انا ديجا قاعدين نحضروا معناها يو كي يرجع هو يعطينا البروغرام شنو عنا ما باش نعملوا بالضبط شنو انا لعبه باش نلعبوا فيها انا تظاهره زي كيف مازال ما نعرفوا حتى شيء معناها لين يجي رئيس الجامعه. مستقبل رياضه الكيك بوكسينغ في تونس حكيت من بكري ريناك مش متفائل بالمستقبل هذايا دعوتك كلمتك شنو تحب تقول للمسؤولين للناس اللي تسمع اللي يهمها رياضه الكيك بوكسينغ؟ والله انا متفائل مانيش متفائل على خاطر الشيء اللي شفناه السنه معناها خير من اللي شفناه السنين اللي فات مع سيد رئيس الجامعه علي الدويري. ديجا قاعد يخدم معناها وحاطي كل شيء. نطلب من الاولياء والاصحاب الشركات اصحاب رؤساء الاعمال بكل يغزروا يزيكم الكورة يزيكم ما عملت لكم حتى شيء. راهو احنا جماعة الرياضات الفردية الكل اللي زي ما رسيو فيديوهات الكل احنا اللي نجيبوا في التيترويات احنا اللي نتعبوا احنا يغزرونا شوية معناها عاونونا شوية يزيكم من الكورة. اش عملت لكم الكورة؟ عملت كان مشاكل كان الحساسيات ما بين هذا ولد يسكن في البلاصة الفلانية والاخر يسكن في البلاصة الفلانية ودار شنو دار شنو برشا مشاكل. كما كنت اسمع سعاد القادر رايك انت بالنسبة للكيك بوكسينج اللي قال مش لاقي حظ وماهوش لاقي الدعم في تونس؟ والله مشكلة هذيا معناتها حكينا فيها برشا مرات وديما معناتها نحكي ومعناتها حتى حكيت مع مذيعين في البرامج التلفزيه وقلنا يا جماعه ايجا نبدلوا الاستراتيجيه نتاعنا ايجا نشوفوا توا هاو جيراننا بحدينا مصر. مصر ابطال عالم في الكاراتيه مؤخرا في بطوله
في البطولة العالمية اللي صارت في هامبورغ. مع تتصور أنت مصر كانت في المرتبة الأولى واليابان في المرتبة الثانية. مؤخرا في الألعاب الأولمبية، الألعاب الأولمبية شوفوا اللي ميداي اللي جابوهم، شكون جابوهم؟ جابوهم جماعات الألعاب الفردية. معناتها ستوتين استراتيجية زي ما تتبدل. نرجع لك لمصر، مصر توا وقلت لكم في البلاصة هذه، قلت لكم راهو مصر توا بالزمالك والأهلي متاعها يعاونوا في الرياضات الفردية وفي الكاراتيه أكثر من الفوت، أكثر من الزمالك ومن الأهلي متاعها. معناتها شوف استراتيجية. وزيت حتى حكيت لكم، قلت لكم عمناول وتعمناول وحتى السنة، معناتها مصر ولات تعمل في دو تروا معناتها تورنوا اليشيل انترناسيونال. معناتها هذه يلزمنا نخمو غدوة هكا، كيفاش باش ندخلوا العملة صعبة لبلادنا، كيفاش باش ندخلوا العملة صعبة لبلادنا. النجم ندخلوا العملة صعبة مش كان بالتوريست، حتى بالسبور كي نعملوا احنا اللي قالا. وهذا ان شاء الله، ان شاء الله معناتها هذا مشروع ان شاء الله. ونقول لك انا واحد من الناس معناتها من مكاني المتواضع، ان شاء الله قدام تشوفونا باش نعاونوا، باش نعاونوا صاحبنا وصديقنا وخونا. فوالا احكي على مشروع في منزل بوزلفه باش يعمل. والله احنا نقولوا مازلنا احنا نقولوا ان شاء الله، ان شاء الله راهو بتضافر الجهود، راهو بتضافر الجهود راهو نجموا نعملوا حاجات بالرياضات الفرديه. مع الرياضات الفرديه كليكا غزره صغيره. ونقول لك حاجه، راهو انا نعرف ومتاكد لو ما نقفوش للرياضه نتاعنا راهي الرياضه باش تمشي. شوف انت وضع البلاد حتى ماديا كيفاش، معناتها الدولة تتسلف في فلوس، مش انا نتسلف في فلوس باش نطلع باش نصرف على جوارات، والجوارات هما بيتهم يطلعوا اربع وخمسة مرات يجيبوا لي مراتب الاخيرة ويطلعوا مسؤولين عاملين تصاور فهمتوا ليه على الفيسبوك عشاء قمقوم بالبلاصة الفلانية، تقول احنا مشتاقين العشوات. يا راهو عيب اللي قاعد صاير يا ولادي، الناس حسوا بالمسؤولية، حسوا بالوطنية. رئيس حكام راني نقولها ونعاود نقولها من منبر هذا، رئيس حكام، حكامك فشلوا، كف لينا وللتحكيم التونسي، جواراتنا فشلت مرتبة الأخرى في العالم، وانت حاطط قدامك 20 كيلو لحم ومهبط عشاق قمقوم بالنمسا. يا اخي على شكون تتمنيك يا رحم والديك؟ راهو عيب عليك الشيء اللي تعمل فيه. راهو تشان استاذ عبد القادر، فما بعض الكلمات اكيد نعتذروا عليهم. استاذ عبد القادر به نكملوا باش نختموا، شنو الميساج ولا وين باش توصل الحكايه نقولوا بعد القضيه هذه ومستقبل الكاراتيه وانتم كحكام دوليين؟ والله مستقبل الكاراتيه، مستقبل الكاراتيه في دين الفنيين مش في دين مسيرين. راهو مسير كل شيء باش يبقى تاريخ. راهو المسير الباهي التاريخ باش يذكروا بالباهي، والمسير الخايب راهو توتار التاريخ باش يذكروا بالخايب. ولذلك احنا ولاد الكاراتيه، الكاراتيه علمنا الرجوليه، والكاراتيه علمنا الصبر، واحنا باش نقفوا واحنا باش نتصداو للناس هذوما، وبقدره ربي باش ننظفوا الدومين نتاعنا بقدره ربي ومعنا ربي ان شاء الله. ان شاء الله اذا كان عندكم حق اكيد اي حد عنده حق باش ياخذوا ان شاء الله مستقبل افضل لرياضه الكاراتيه والكيك بوكسين كيف كيف. لطيب شنو كلمه تحب تختم بها تقول؟ والله نحب نشكر دار الشباب الزهراء وبالاخص سي فتحي الوسلاتي وامين الزديري وامين ومروان الشيحي اللي رباوني ووقفوا معايا في الباهي والخايب. ونحب نزيد نشكر زاد رئيس الجمعيه معنا تاع كرامتين سي مادي الهمامي، واللي معنا عطى ثقته الكل فيا معناها، وديجا اول مره معناها نشارك باسمه هو معناها وقف معايا ماديا، هو اللي عاوني معناها باش وصلت شارك معناها في البطوله العربيه. وسي عمرو عبد الموجود زاد اللي هو حضرني زاد لمده جمعتين ووقف معايا، وهو اللي يبوسي فيا معناها باش نزيد نخدم ويعطي فيه في البروغرام ويعطي كل شيء. ونشكر اصحابي الكل وبالاخص الوالد والوالده معناها اللي هما تعبين معايا وطول حياتي معناها قاعدين يشجعوا فيا وقاعدين يحفزوا فيا باش نتحركوا نعمل خير وما خير. شنو تقول للولاد الصغار توا شبان مغرمين بالكيك بوكسينغ؟ للصغار نقول لهم ما تحطوا حتى شيء في بالكم، احنا الكبار ونجريوا نجريوا باش نحسنوا لكم كل شيء. اللي يجيو عملوا السبور، راهو السبور باهي، يبعدكم على برشا حاجات، يبعدكم على برشا فساد،
يعطيكم ثقة في النفس، يحفزكم باش تعملوا برشا حاجات، تعرفوا على برشا بلايز زادة، تمشيوا تعرفوا برشا أصحاب، تعيشوا أحلى ذكريات معنا. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك، وان شاء الله يتغرموا اكثر برياضه الكيك بوكسينج. يعطيك صحه طيب الريحه على حضورك معنا، متحصل مؤخرا على الميداليه الذهبيه في البطوله العربيه الكيك بوكسينج اللي صارت في الحمامات. كيف كيف سي عبد القادر ناسف ممارن جمعيه رياضات الفرديه منزل بوزلف حكم دولي في الكاراتيه، يعطيك الصحه على حضورك معنا، وان شاء الله تفاصيل اكثر نتبعوا القضيه وين وصلت مع الجامعه التونسيه للكاراتيه. نعاود نذكر اللي كنا الكلمة ليك.